البحث العلمي الآن، حيث يعاني هذا القطاع مشاكل جمة، منها ظاهرة الاكتظاظ في الأقسام، إلا أن بلدية باب الزوار بالعاصمة وجدت البديل، يقول وليد مهاجري. ظاهرة الاكتظاظ في الأقسام في مختلف الأطوار التعليمية تعد مشكلا كبيرا يعاني منه قطاع التربية، إلا أن بلدية باب الزوار يبدو أنها وجدت الحل بدليل تحويل محلات الرئيس الغير مستغلة منذ 2005 إلى ما يشبه ثانوية. ارتأت السلطات العليا في البلاد والولاية العاصمة والمنتدى البلدية باش يكون فيها صدر مخرج لهذا القضية. مؤقتا درنا الثانوية هذه، نحينا ليسون لوكو حولت إلى ثانوية. توجهنا إلى محلات الرئيس والتي أصبحت ثانوية محمد بجاوي 2، إلا أن القائمين عليها رفضوا تزويدنا بأي معلومة. جينا على الموضوع اللي محلات الرئيس حولت إلى إلى ثانوية. شوفيها عادية بالمؤسسة، ما كان حتى واحد. من هنا يمكنك التسلل داخل الثانوية بشكل عادي لقصار القضبان الحديدية، كما يمكنك مشاهدة حصة التربية البدنية بشكل عادي، والمفارقة أن بعض التلاميذ يعانون من سوء المعاملة. جيت صبحت من حيدرة، جيت بيل فهمتها الكاو منا، مي ما تهدرش كاع معايا، دير لانتيغيسيون بينا حنا، ما تقول لنا والو، تقول لك اخرجي ديراكتومون، ما تحلبكش كامل ديراكتومون اخرجي، ما ديرلكش مين باغسمي، ما تهدرش مين با معاك، تهدري معها تقول لك واحد الالفاظ سوقيه، ما تقدرش تيماجيني واش تقدر تهدر معاك، مقعد برا ما كل اي كيقدر اي عفسه تصرى لي ونورمال. فهل تعلم وزيرة التربية نورية بن غبريط بما يجري بالمؤسسات التربوية، أم أن ظاهرة التقارير مغلوطة ما زالت متواصلة؟